الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحمدوه أن بلغكم عشر ذي الحجة المباركة وأعانكم فيها على طاعته، فاللهم تقبل من عبادك ما قدموه فيها من أعمال صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، أعيادنا جزء من ديننا،
وشعيرة من شعائره بخلاف أعياد بقية الأمم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، فيومكم هذا هو أعظم الأيام عند الله تعالى، سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر، حيث أكمل فيه الدين وتبرأ فيه من الشرك والمشركين، وجعله عيدا لكم معشر المسلمين حجاجا ومقيمين. أقسم بفجره فقال: والفجر، وجعله خاتمة الأيام العشر. وكان سلفنا الصالح من فرحتهم بالعيد يهنئون به بعضهم بعضا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وعيدنا هذا وما يذبح فيه من أضاحي هو ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام، إذ هم بذبح ولده إسماعيل عليه السلام ففداه الله بذبح عظيم. واليوم يوم عيد وفرح وسرور، فافرحوا بعيدكم وأضحيتكم، وأظهروا السرور والسعادة على محياكم، والابتسامة والبشر على وجوهكم، وتواصلوا فيما بينكم محبة وودا، واعلموا أن الفرحة لا تكتمل إلا بصفاء النفس تجاه المسلمين. فاليوم عيد نصل فيه كل قريب، ونجدد العهد بكل صديق، فبادر أخي بالاتصال، وقدم الاعتذار، واقبل الأعذار، فاليوم عيد فرح وسرور، لا مكان فيه للشحناء والبغضاء، إنما هو بر بالوالدين، وصلة للأرحام، وإحسان للجيران. ننسى ما كان ونصلح ما فسد، فلا أحد يعلم متى يرتحل. وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وأحق الناس بك أهل بيتك، فكن لهم أحب حبيب وأقرب قريب، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالمحبة بين المسلمين غاية عظمى من غايات الإسلام، فجاهد نفسك أخي لتكون سليم الصدر لإخوانك المسلمين، فسلامة الصدر نعيم الدنيا وراحة البدن ورضوان الله وثوابه في الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وقد اجتمع في يومكم هذا عيدان، هما الجمعة والأضحى، وتليه الأيام المعدودات التي أمرنا الله تعالى بذكره فيها، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، فأكثروا فيها من ذكره وشكره، ومن شكره سبحانه وتعالى التقرب إليه في ذبح الأضاحي. فما عبد الله تعالى في هذا اليوم بمثل إراقة الدماء، وإن للمضحي أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ضحوا عباد الله، وأحيوا سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليهما وسلم، فما ترك الأضحية منذ هاجر إلى المدينة إلى أن لقي الله تعالى. وضحى أصحابه رضي الله عنهم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون في كل زمان ومكان يضحون
والحجاج في هذا اليوم يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان الأخرى يتقربون إليه بذبح الضحايا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، حدث البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فالأضاحي شعيرة شرعها الله لعباده في هذا اليوم، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي قربة لله عز وجل وعليه، فمن كان مستطيعا فليضحي، أما تركها مع الاستطاعة فمكروه. بل قال بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وهو الراجح، إن الأضحية واجبة على من كان قادرا عليها، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من تركها مع القدرة، فقال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والسنة إخواني أن يضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته الأحياء والأموات أضحية واحدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بشاة واحدة، والعجل أو البقرة أو الناقة تجزئ أضحية عن 7 أسر إخواني، ولا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والماعز، ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن المعز 1 سنة، ومن الضأن 6 أشهر، ولا يضحى بما دون ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني، والرابح في هذا العيد من اختار من الضحايا أطيبها وأسمنها وأغلاها ثمنا وأجملها، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وعليه فلا يجوز لأحد أن يضحي بالعوراء ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالهزيلة، فإنها عيوب مانعة من الإجزاء. وما أنفقتم من الأموال في هذه الأضاحي فإنه أجر مدخر لكم عند الله عز وجل. إخواني، ويبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الاثنين آخر أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، وعليه أن يذبح مكانه أخرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بذلك. إخواني، والسنة أن تذبحوا الأضحية بأنفسكم، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، والسنة أيضا أن تضجعوها على جنبها الأيسر وتوجهوها إلى القبلة، وتضع رجلكم على رقبتها ثم تمسك برأسها وتذبحوها بعد أن تحد السكين وتقول بسم الله، وإن قلتم بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي فحسن، وتقطع الودجين منها وتترك أرجلها مطلقة دون تقييد أو إمساك، فذلك أريح للبهيمة وأشد في إخراج الدم من بدنها. إخواني، ويسن للمضحي أن يأكل أول ما يأكل من أضحيته ويهدي منها ويتصدق على من شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي: فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فبدأ بالأكل قبل إطعام الفقير، لأن الأكل من الأضحية عبادة، فأخلصوا نيتكم لله في أضاحيكم عباد الله رجاء أن يتقبلها الله منكم، وتذكروا قول الله تعالى:
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وفي أيام الحج خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة أرثى فيها قواعد الإسلام وهدم قواعد الجاهلية وعظم حرمات المسلمين وذكر فيها بحقوق المرأة ما لها وما عليها وشدد في الأموال والدماء، ثم أبطل الجاهلية وآثارها وأبطل الربا وأكد حرمته، ثم وصى بالنساء خيرا، ثم ذكر بحقوق الأزواج على الزوجات وبحقوق الزوجات على الأزواج، ثم حذر أمته من أن تتقاتل فيما بينها، ثم ذكر الناس أن كتاب الله هو الأمان من الضلال، فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني، وبشرى للذين عزموا على الحج هذا العام وسجلوا أسماءهم لكن الوباء حبسهم ومنعهم من أداء هذه الفريضة، بشرى لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. فأسأل الله تعالى أن يكتب أجورهم كاملة، إنه سميع مجيب. إخواني، ويواجه العالم اليوم جملة من المخاوف: خوف من المرض والوباء والموت، وخوف من الحروب وما ينتج عنها من القتل والتدمير والتشريد، وخوف من الكساد والركود وما ينتج عنهما من القلة والفقر والجوع مما يكدر حياة المرء. لكن المؤمن يعلم يقينا أن الأمر كله لله، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بأمر الله وعلمه، وأنه تعالى لا يقدر له إلا ما هو خير له، وأن الرزق والأجل مكتوبان محتومان، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فيطمئن المؤمن ويجد في إيمانه أمنا من المخاوف كلها، فيفوض أمره إلى الله تعالى ويتوكل عليه ويحسن الظن به، فيجعل الله له مما هو فيه فرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه في جميع أموره. إخواني وأخواتي، وفي الأزمات يجب أن يتميز المؤمنون عن غيرهم بما يسود فيهم من روح الأخوة والتعاطف والتعاون والتآزر والمواساة والإيثار، فقد أثنى الله تعالى عليهم فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإن أهلنا في لبنان وغيرها من بلدان المسلمين يعيشون اليوم أزمة حقيقية أفقدتهم كل شيء كانوا يعولون عليه، لا عمل ولا مال، وليس لهم بعد الله إلا أنتم، فأحسنوا إليهم كما أحسن الله إليكم، إن الله يحب المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم اعلموا إخواني أنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: عيد الجمعة وعيد الأضحى. وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي الجمعة أو أن يصليها ظهرا، والأفضل أن يصلي مع الناس الجمعة أيضا، فهذا يوم النحر أفضل أيام الله، قد اجتمع مع يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع في أفضل أيام السنة، فاحرصوا على صلاة الجمعة يرحمكم الله. إخواني، وهذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأكثروا من ذكر الله، واعلموا أن السنة أن تستمروا في التكبير خاصة بعد الصلوات الخمس إلى غروب شمس يوم الاثنين ثالث أيام التشريق. قال الإمام مالك: ويكبر في أيام التشريق الرجال والنساء والعبيد والصبيان وأهل البادية والمسافرون، وكل مسلم صلى في جماعة أو وحده، وتسمع المرأة نفسها التكبير كانت في المسجد أو في بيتها. إخواني، وبعد الخطبة عيدوا بعضكم بقولكم: تقبل الله منا ومنكم، بدون مصابحة، without shake hand،
ولا تنسوا أن ترجعوا إلى بيوتكم من طريق آخر غير التي قدمتم منها. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. All praise and thanks belongs to Allah. And may the peace and blessing of Allah be upon His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear brothers and sisters, our Eid is a part of our religion and a great symbol of Islam. It is a great day. Allah called it Yawm al-Hajj al-Akbar, the day of the greatest Hajj. On this day, Allah completed the religion of Islam and He made it a day of celebration for the pilgrimage and for those residing at home. And He made this special day the conclusion of the 10 blessed days of Dhul Hijjah. The Prophet ﷺ said, "The greatest day to Allah is the day of An-Nahr, which is this day, the day of Eid. The righteous of the past would express their happiness on this day by congratulating one another, by saying to each other, 'Taqabbal Allahu minna wa minkum,' may Allah accept from us all." My dear brothers and sisters, today is a day of joy and happiness. So visit each other, love one another, forgive one another, accept the apology of others, seeking forgiveness of those you have wronged, and know that these are good deeds that Allah encourages us to do and is pleased with us if we do so. My dear brothers and sisters, during this Eid, we remember the legacy of our father Ibrahim alayhi salam, when he submitted to the command of Allah Azza wa Jal without question and proceeded to sacrifice his son Ismail alayhi salam. However, Allah saved him and replaced Ismail with a sacrificial animal instead. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. My brothers and sisters, today and the next 3 days are days of eating, drinking, and making dhikr, remembering of Allah Azza wa Jal much. And the Prophet sallam, as the Prophet sallam taught us, so increase in your dhikr of Allah and express your gratitude to Him and draw near to Him by offering a sacrifice, because this is the best deed to be done during this day. My brothers and sisters, the sunnah on the day of Eid is to offer one sacrifice per household on behalf of yourself and your family. And you may also include in your intention those who have died from your family. My brothers and sisters, congratulations to the brothers and sisters that intended to perform Hajj this year and registered their names and paid deposit. However, due to the current circumstances, they were prevented from doing Hajj or doing their Hajj. For such people, the Prophet ﷺ has verified their excuse and has informed us that they will receive the same reward as those performing Hajj, inshallah. Finally, today, the world faces many forms of fear. The fear of sickness, the fear of pandemic, fear of death, the fear of wars, and what it will result into of innocent lives being killed
destruction of homes, exile, poverty, famine, and so on. However, the believer must certainly know that all matters are in the hand of Allah Azza wa Jal, and nothing will take place except by the permission of Allah Azza wa Jal, and that Allah Almighty only decrees what's best for the believer, and that our provision and life on earth has already been determined, and that death will not reach us until we fulfill our provision and complete our life on earth. So remain steadfast and seek peace and tranquility. So your iman, your faith in Allah, rely upon Him alone and have good thought of Him subhanahu wa ta'ala. Allah says, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. And whoever relies upon Allah, Allah will be sufficient for him. And remember, my dear brothers and sisters, that during times of crisis, the believers stand out from among all mankind. The believers raise to support each other and look after the needy of one another. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala praised the believers in the Quran when he said, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. And they provide food despite their love for it to feed the poor and the orphan and the prisoner. Our families in Lebanon and in other Muslim countries are suffering. They have lost all means to provide their families with the very basic needs of survival. They are out of jobs. Their savings have finished, and they have no one after Allah to rely upon except us. So provide them with the goodness that Allah Azza wa Jalla has provided to you. Indeed, Allah loves those who do good. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. My brothers and sisters, don't forget to continue reciting at takbir after every obligatory prayer until Monday after Asr. And you may also recite the takbir anytime during the day and the night of these blessed days. You may now congratulate one another and say, تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ. May Allah accept from us all, but without shaking hands. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته. وعيدوا بعضكم قائلين تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم. ارجعوا بك إلى بيوتكم وإلى أهاليكم واذبحوا أضاحيكم وفق سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نرجو أن تجلسوا في أماكنكم وأن تكبروا الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا إخواني، فهذه أيام فاضلة احمدوا الله عز وجل عليها، واذبحوا أضاحيكم وأخلصوا لله عز وجل فيها، فإنها عبادة كما ذكرنا، عبادة محببة، وإلى الله عز وجل شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم،
وكانت فداء لإسماعيل عليه السلام. فلا يبخلن أحدكم على نفسه وأهله بهذه الأضحية وهي تعاد مرة في السنة. فأهم ما يعمل في هذا اليوم هي الأضاحي، فلا تتساهلوا فيها، والله عز وجل يخلف عليكم ويعطيكم من فضله سبحانه وتعالى. ومن السنة أن تذبحوها، أن تذبحوها إذا استطعتم، وإلا توكلوا أحدا بذبحها. و as you see our families, our parents in our country very poor today, have nothing, support them as much as you can. Send from your halal money to your relative, to your parent, to your brothers, sisters, to your relative in general. Support them. Allah Azza wa Jal will bless you, bless what you have, and give you better than what you give to your brothers and sisters. Today is a day of happy, the Eid day. As you're happy with your family, let others happy too. فإسعاد الآخرين من شعائر هذا الدين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. As much as you supporting others, as much as Allah support you. Helping others, Allah will help you. Forgive others, Allah will forgive you. And something else I would like to highlight it for you. The boycott between the brothers and sisters. Not talking to each other from long time. Even he not talking with some of his family. Maybe his wife, his sister, his children, his auntie, his uncle, and so on. Until when? Until when you turn your back to them? Until you meet your Lord? And they will not attend in your funeral prayer? Until when? You don't fear Allah Azza wa Jal? This is a big disease today. Exists in the Muslim community. Like, until when? Why? For what? You're upset. If he oppress you, forgive him for the sake of Allah. Wait until he take his, your right from him in the hereafter. But to boycott him, not even salam. Each one of them turn his face away from his brother. They what? Look, he's your brother. You and him was in one stomach, one blood, one father, one mother. Why? Tell you why? Because you have weak faith. Because you don't fear Allah Azza wa Jal. Because you don't. You don't care about the hereafter. What you answer to your Lord? In the hereafter, if he asks you, why you boycott your brother, your relative? Why? What is the answer? Ah, because he make me upset? So what? You're not in paradise, Habibi. You in this world. All the problem is pandemic. All this world is disease. Corruption. When you arrive to paradise, inshallah, only you'll be happy. But this life, normal. When they're happy, when they're upset, someone oppress you, someone take you away. It's normal, natural. But don't boycott anyone. If anyone boycott his brother for more than 3 days, what the result? Your good deeds will not rise up to Allah Azza wa Jal. At all. لا ترفع الأعمال. أعمال القاطع رحمه. لا ترفع. قال أنظراهم. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الأعمال الله كل خميس واثنين. Every Monday and Thursday, the deeds rise up to Allah Azza wa Jal. إِلَّا الْمُتَخَاصِمَنْ Except the two boycott each other. Allah said to their angel, delay them. Don't rise their deeds now until they solve the problem between them and come back to each other. فَأَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَرْحَمَنِي وَإِيَّاكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَأَنْ يَغْفِرَ لَنَا إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ